فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول: ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ يعني الروايات الإسرائيلية حدثوا بها، لأن فيها فائدة وفيها عبرة ما لم تكن مكذوبة، ما لم تكن مكذوبة، تعرفون أنها مكذوبة. نعم.